رمضان كريم. اليوم حلقتنا حتكون غير عن باقي حلقات برنامجنا، لأنه بصراحة وبما أنه إحنا برمضان ليش ما نحكي عن مطبخنا الفلسطيني وأهم الأكلات والحلويات المشهورة والمعروفة عن هالمطبخ المميز بنكهته وعبق تاريخه. مطبخنا الفلسطيني بيتميز بأنه بيحتوي على الكثير من الأكلات التراثية والحديثة، لهيك هالمطبخ له هوية بتخليه مميز في عالمنا العربي وكافة أنحاء العالم. طبعا الأكلات عنا منوعة ومختلفة وبتختلف باختلاف عملها في كل مدينة أو محافظة فلسطينية، وكل مدينة إلها طابعها الخاص بالطبخ، لكن من المؤكد أنه جودة الأكل الفلسطيني هي جودة عالية جداً. مهما اختلفت الوصفات رح نتعرف اليوم على جزء من أهم الأكلات الفلسطينية القديمة والحديثة ونعرف تاريخ وتسمية كل أكلة منها. خلينا نبدأ من أكلة المفتول. هاي الأكلة ارتبطت ارتباط كبير بموروثنا الشعب الفلسطيني من مئات السنين. طبعاً في تنازع كبير على أصل هاي الأكلة ما بين المشرق العربي والمغرب العربي، يمكن لأنه في تشابه كبير بطريقة عملها ما بين المنطقتين، لأنه بيدخل مكون القمح كأساسي في طريقة عملها. المفتول أكل ما بتنتمي لموسم دون موسم تاني، لكن على الأغلب بيكتر أكل هاي الأكلة في الشتاء. الكبة تشتهر في فلسطين باسم بنت عم الفلافل، وفي ناس بيسموها بكرة اللحم. الكبة تعتبر في الأصل أكلة سورية وحلبية بالذات، يعني من مدينة حلب، بس اشتهرت في بلاد الشام وصارت أكلة وطنية في لبنان وفلسطين كمان. في نابلس مثلاً بتختلف الكبة عن باقي مناطق فلسطين لأنه بيغلفوها من برا بطبقة من القمح. تعتبرها بعض المناطق في فلسطين مقبلات بجانب الوجبة الرئيسية. بيعتبر طبق المسخن من الأطباق الشهية اللي بيربطنا نحن كفلسطينيين بتراثنا وثقافتنا من زمان زمان. هالطبق الفلسطيني الخالص المميز فيه بأنه بيحتوي على كل الخيرات الفلسطينية الطبيعية من زيت زيتون وسماء البري والبصل واللوز والخبز الطابون الفلسطيني، وبيمتاز كمان بمذاقه الشهي وغناه بالعناصر الغذائية المفيدة. طبعاً هالطبق إحنا نجحنا كفلسطينيين في أنه نلف العالم فيه، وصار يعتبر وجبة رئيسية تتقدم في كثير من المطاعم العربية والدولية. تعتبر المنقوشة وجبة الإفطار الشعبية في جميع أنحاء فلسطين، وفي ناس بيطلقوا عليها اسم البيتزا الشعبية. طبعاً بتنعمل بالبيوت وبالمخابز. بعض المخابز بتقوم بعمل المنقوشة بإضافة أشياء عليها مثل اللحوم أو التونة، لكن معظم الناس بيقبلوا على المنقوشة التقليدية اللي بتكون بالزعتر البري وخاصة في وقت الفطور. اللي بيميز المنقوشة إنها رخيصة الثمن، وكمان ما في أي مخبز أو كشك صغير إلا بيبيعها في بلادنا. للمنقوشة كمان أخوات أيضاً بتشبهها في كل أرجاء الوطن العربي. لبنان بتعتبر المكان الأول اللي ظهرت فيه هاي الأكلة وحتى التسمية، وبتحتفظ المنقوشة باسمها لكن بتختلف طبيعتها وخبزها حتى نوعية الطحين بين البلدان الثلاث، فلسطين ولبنان وسوريا. بما أنه حكينا عن المنقوشة فلازم ولا بد نحكي كمان عن الصفيحة، واللي بتعتبر أحد الأكلات الشعبية المشهورة كمان في فلسطين وبتتصنف من فئة الفطائر. الصفيحة تتميز بتعدد نكهاتها والحشو اللي بداخلها من سبانخ ولحم الدجاج والخضروات والجبن، وبتعتبر من الوجبات الغذائية الخفيفة في فلسطين. ونوصل هون لأكلة المقلوبة اللي بتعتبر واحدة من أفضل الأكلات الشعبية المشهورة في فلسطين واللي بتحظى بإقبال كبير من المواطنين والسياح. المقلوبة الفلسطينية تعتبر كمان من الأكلات الرئيسية اللي بتتقدم في العزائم والمناسبات العائلية. طبعاً الكل بيعرف كيف تنعمل، بدهاش حكي. تعتبر الفلافل بالطريقة الفلسطينية من الأكلات السياحية الشهيرة في كل أنحاء العالم. تتميز الفلافل الفلسطينية بأنها أكلة نباتية ما بتحتوي على لحوم. طبعاً الفلافل أكلة شعبية وهي من الأكلات رخيصة الثمن نوعاً ما، ومتوفرة في كل أنحاء وشوارع فلسطين. السياح كتير أول ما ينزلوا بلادنا بيسألوا عن الفلافل الفلسطينية أول إشي ليدوقوا طعمها ويجربوها. تعتبر المجدرة من الأكلات الشعبية اللي تعد أحد المرتكزات الموروث المطبخ الفلسطيني وبيقبل عليها الشعب الفلسطيني بكثرة. المميز بهاي الأكلة بساطة تحضيرها وتكاليفها المادية البسيطة. بشكل عام بتكون هاي الأكلة موجودة على سفرتنا على مدار الفصول الأربع، لأنها ببساطة مش مرتبطة بفصل أو مناسبة محددة. بتعرفوا كمان أنه كتير من الدراسات الطبية أثبتت أنه أكلة المجدرة إلها فوائد كبيرة، منها أنها بتعطي الجسم الطاقة
والنشاط، وبتحتوي على البروتين النباتي، وبتساعد كمان على تقوية الأسنان ونموها، والأهم إنها بتقي من الأمراض السرطانية. بالنسبة للحلويات ما في مجال إلا نحكي عن أبرز نوعين وصنفين من الحلو ببلادنا، ولأنه إحنا برمضان أكيد القطايف بتكون وجبة الحلو الأولى بأي بيت بعد الإفطار. وطبعاً القطايف تعتبر من الحلويات الشعبية المشهورة في فلسطين، بيكثر الطلب على عجينتها وتناولها برمضان بشكل كبير كتير، خاصة بعد الإفطار في كل بيت من بيوتنا. أما وجبة الحلو الرئيسية كمان فهي الكنافة النابلسية اللي بتعتبر الحلوى الفلسطينية الأفضل والأشهر على الإطلاق، وبتتسمى بالكنافة النابلسية لنشأتها في مدينة نابلس. طبعاً بتنتشر الكنافة النابلسية في كافة أنحاء فلسطين وشوارعها، ودائماً بيكون في إقبال كبير عليها من المواطنين والسياح. لكن للأسف كمان في كثير من الأكلات التراثية والقديمة صارت في محض النسيان مثل ما بيحكوها. مع التطور والتقدم اللي صار بحياتنا صار الإقبال على أنواع كثير من الأكلات الشعبية الفلسطينية بقل بشكل كبير جداً للأسف. مثل شو مثلاً؟ في أسماء رح أحكيها يمكن لأول مرة بتسمعوها وما بيعرفها إلا الجيل القديم شوي. أكلات فلسطينية صار عملها وصنعها ببيوتنا قليل جداً، من السمائية للرشتة للبصارة والرمانية والخيار المحشي والمسلوعة والجريشة والرشوف والعكوب، وفي كمان منسف البندورة اللي كان ينعمل كتير بالأعراس في بلادنا، وغيره وغيره من أكلاتنا القديمة. ومع هيك لسه في كتير مناطق مستمرة في صنع مثل هيك أكلات، لأنه باختصار بتعبر عن موروثنا وثقافتنا حتى بالأكل، لأنه ببساطة إلنا تاريخ بكل شبه الأرض. طبعاً الوقت ما بيسعفنا للأسف نحكي عن المئات من الأصناف الثانية، لأنه مطبخنا الفلسطيني مطبخ عامر بالكتير من الأطباق والأكلات المختلفة. بس حاولنا قديش بنقدر نحكي عن أهم الأكلات المشهورة فيها بلادنا. بالآخر ما بنقول إلا إنه بلادنا ما هي إلا بلاد خير بكل إشي. أكلاتنا الشعبية الفلسطينية ما هي إلا أكلات انتقلت وتوارثت عبر الأجيال، وهالشي ما بيثبت إلا إنه إحنا دار بجذورنا بهالأرض، ولأن الأكل ببين ثقافة وتاريخ أي شعب. حاول وما زال بيحاول الاحتلال إنه يسرق كل إشي متعلق فينا وبتاريخنا، من اللبس والكوفية وأكلات مثل الحمص والفلافل، وحاول يسرقها وينسبها لإله لأنه خالي من أي تاريخ في هالبلاد. ما كفى سرقته للأرض، لكن لا، طمع بأكلاتنا ولبسنا وميتنا. وبالآخر إحنا من هالأرض ولهالأرض، ومثل ما بيحكوها الشمس ما بتتغطى بغربال. أهلا وسهلا فيكم بفقرة عادات الشعوب برمضان. اليوم رح نحكي كمان عن عادات مختلفة لبعض الشعوب العربية والإسلامية في شهر رمضان الكريم. خلينا نبدأ من الصين اللي بيحرص مسلموها على عدم تناول طعام الإفطار إلا بعد الصلاة، وبيحرصوا كمان على إنه ما تخلو المطابخ الإسلامية الصينية من الكعك والحلويات المحلية. في المغرب بيقوم أهل المغرب بضرب النفير 7 مرات للسحور بمجرد التأكد من ظهور هلال رمضان، لتنطلق بعدها ألسنة الناس بالتهنئة بجملة عواشر مبروكة، يعني أيام مباركة مع دخول شهر الصوم، بعواشر الثلاث: 10 الرحمة و10 المغفرة و10 العتق من النار. في تركيا بتنطلق الزغاريد عند رؤية الهلال. هاي الزغاريد هي تعبير من قبل الأتراك عن فرحتهم بإعلان ثبوت رؤية الهلال وبدء الصوم. أما في أندونيسيا تمنح الدولة إجازة مدتها أسبوع لتلاميذ المدارس في الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك. كمان بتنظم المدارس برنامج بيتضمن إفطارات جماعية ومحاضرات عن رمضان عبر التاريخ. في باكستان يزف الطفل اللي بيصوم للمرة الأولى على إنه عريس ويرتدي ملابس تشبه ملابس العريس مع غطاء ذهبي على رأسه. في ماليزيا تطوف السيدات المنازل لقراءة القرآن بين وقتي الإفطار والسحور. أما في موريتانيا فهناك عادي أنه يقرأ مجموعة من الناس القرآن الكريم كله في ليلة واحدة على مدار الشهر الكريم. في اليمن بيقوم اليمنيين بإعادة طلاء ودهان المنازل حتى تكون كأنها جديدة مع قدوم شهر رمضان المبارك. كمان بيقوموا بإقامة الاحتفالات وموائد الإفطار الجماعي في شوارع طيلة أيام الشهر الكريم. في تايلاند لابد أنه تذبح كل أسرة تايلاندية مسلمة ذبيحة احتفالاً بشهر رمضان الكريم. أما الأسر الفقيرة فبتكتفي بذبح أحد الطيور. هناك عادي أنه لا يأكل الزوج من الطعام الذي قامت بطبخه زوجته، وإنما يأكله شخص آخر. وقبل موعد الإفطار تخرج السيدات من بيوتهم على شكل مجموعات وبقوموا بالجلوس أمام أحد المنازل وبيتم تناول الإفطار جماعة. لهون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. رمضان كريم.